كلنا أموات ولاد أموات، فين أجدادنا السابقين؟ لازم نركز إن الحياة لها نهاية، مش ممكن حد عنها يغيب. إحنا عايزين نكون لهذه واعيين عشان ما تاخدني الخيبة في شيء. هل النهاية اللي جاية مهما طال العمر ليك تستحق إنك تكون ظالم لشيء؟ هل النهاية اللي جاية ولابد منها انت هتاخد معاك فيها اي شيء؟ لو انت تابع لدين عظيم من عند ربك وماشي فيه، انت عارف ان عملك هيكون معاك وهتتحاسب على كل شيء. طب وانت يلي ما تعرف دين لربك، قولي انت شفت حد لما مات خد حاجة معاه او خد اي شيء؟ يبقى لازم الكل يفهم ان الحياة ما تستحق منك انت تعرض نفسك فيه للغلط اللي يوصلك انك تضيع وقت من عمرك في السجون فيه. استخدم عقلك، العمر محدود واحنا مش عايشين في غابة هتعمل فيها فتوه وتفتري على الناس هتخش السجن. وعيب عليك تفتري على الناس، هتسرق حاجة الناس وتمد ايدك السجن مكانك من غير كلام، هتبقى من اهل الرذيلة وتنشرها، صحتك هتكون في هلاك والسجون مستنياك انت واشكالك. تاجر مخدرات برضو فيها، قاتل برضو فيها، ويمكن يعدموك كمان. يعني اي حاجة غلط هتعملها هيضيع عمرك في السجون. هو العمر فيه ايه عشان يضيع؟ وبرضو بتزل اهلك معاك عشان بيحرموا انفسهم عشان يصرفوا عليك وانت في السجن. استخدم عقلك في حياتك واستمتع بعمرك فيه، ولا تأذي حد في حياتك حتى يستمتع راخر بيها.